حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين المنتجبين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، يا علي بن الحسين أيها السجاد، يا ابن رسول الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. السلام على الكبد المقطع بالسموم، السلام على القبر المهدوم بالبقيع، وعلى الملائكة الحافين بقبوركم الشريفة المستغفرين لزواركم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى فصار صليبا. يا أخي لو ترى عليا لدى الأسر
مع اليتم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب ناداك ودمعه مسكوبا يا أخي ضمه إليك وقرب وسكن فؤاده المرعوبا ما أدل اليتيم حين ينادي بأبي ولا يراه مجيبا تنظر إلى ذلك العليم وهو على تلك الناقة الهزيلة مقيد الرجلين من تحت بطنها والجامع في عنقه الشريف والسياط تتوالى عليه اختنقت بعبرتها سالت دمعتها على خدها زينب اتعاين وليها والاغلال برقبته فوق ناقة مهزلة مقيد ويجذب ونته ينظر لها ويجر ونه وهي تنظره وتنتحب والحرم تخفي البكا والنوح خوف من الضروب نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب هلت دموع واخذ يبدي الشكاية لعمته عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل نحل عظام يركوب الجمل والدرب الطويل والرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته عنته نادت يا ويلي فوق ناقته تجود يا زجر بالله تخفف عن علي من هالقيود يا فرسان النسوني يا عز ما يعود من طرفنا ما تخاف الله وترحم حالته ويلي رد علينا ابن الخنا ومن شاف حال الغيظ زاد صاح كتر اللي وجعك وين يا زين العباد قال حدر الجامعة وموضع غلالي والأقياد شال صوته وغابت من الضرب والرواحة وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قول سيدنا ومولانا أبي محمد السجاد صلوات الله عليه في وصيته بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. طيب أفواهكم عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
أخذ حوائجنا بحقهم يا الله، وسهل مطالبنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الوصية التي قرأتها عليكم هي آخر كلمات الإمام السجاد سلام الله عليه، التي قالها وهو على فراش المنية بأبيه وأمي. ولعمري هذه الكلمة جدا عظيمة. الناس تتصور بأن الظلم يقع فقط من الطواغيت والجبابرة، لا، الظلم يقع حتى من الإنسان العادي. ممكن أن يظلم الإنسان جاره، ممكن أن يظلم غريمه، ممكن أن يظلم زوجته أولاده، يصير هذا الشيء. من هنا قال الإمام عليه السلام: بني إياك وظلم ومن لا يجد عليك ناصرا إلا الله. لأن المظلوم ينقسم إلى أقسام، مرة يكون عند أنصار يمكن أن يطالب بحقه، أكو من ينصره، ومرة لا والله هذا المسكين ضعيف ما عنده أحد. الآن مثلا زوجة مسكينة ما عندها لا أب لا إخوان لا أحد يستطيع يقف معها في ظلامتها، باعتبار أنها زوجته يظلمها يضيق عليها. عيال بعد تحت إمرته تحت سلطته يضيق عليها، هذول ما عندهم ناصر. أو إنسان ما عنده أحد، هذا يعرف بأن ما حد راح يدافع عنه. فالإمام يحذر من ظلم مثل هذا الإنسان الذي لا يمتلك من ينصره ويدفع عنه. ليش؟ لأن عنده ناصر عظيم وهو من؟ الباري عز وجل. لذلك أحد الأدباء يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يعني هذا المسكين ما راح يترك، سوف يتوجه إلى السماء، ومجرد يتوجه إلى السماء يسمعه رب السماء. حينما يسأل الأمير سلام الله عليه: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مظلوم. لما المظلوم يدعو يستجاب له. ولذلك من أوقات استجابة الدعاء قال أمير المؤمنين عليه السلام: اغتنموا الدعاء في مواطن خمسة، وعد منها عند دعوة المظلوم. لما يدعو المظلوم يقول: ليس بينها وبين السماء حجاب، رأسا تستجاب دعوته. بالنتيجة الإمام عليه السلام يريدنا أن نمحو مفردة الظلم من حياتنا مهما تكون. لابد يكون الإنسان عادل حتى مع أقرب الأقرباء إليه. التفت بعد أن تنورنا بهذه الكلمة الجميلة من إمامنا أبيه محمد نقف على شيئين يتعلقان به. أولا نتعرف عليه من قرب بطاقته الشخصية، هو رابع الحجج، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وأمه شاه زنان بنت يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ملك الفرس. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأفضل من نيطت عليه التمائم. وهو نفسه بأبيه وأمي السجاد يقول عليه السلام: أنا ابن الخيرتين. يقصد يعني شنو ابن خيرتين؟ يقصد كلام جده النبي صلى الله عليه وآله: خيرة العرب قريش وخيرة العجم لمن ينطقون العربية من هم؟ فارس. والإمام جمع بين النسبين، إذن هو ابن شنو؟ ابن الخيرتين سلام الله عليه. زين، ولد سلام الله عليه في اليوم الخامس من شعبان سنة 38 هجري،
يعني قبل شهادة جده أمير المؤمنين عليه السلام بسنتين، معناها بأنه أخذ وتتلمذ وتدرس ونهل العلم من من؟ من ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أول معلم للإمام السجاد سلام الله عليه هو أمير المؤمنين عليه السلام، ثم تتلمذ على يد عمه أبي محمد الحسن سلام الله عليه، وعلى يد أبيه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليهم أجمعين. من هنا الإمام أخذ علمه من ثلاثة أئمة سلام الله عليهم أجمعين: أدبه، خلقه، معرفته، كلها أخذها من هؤلاء العظماء، وهو من العظمة بمكان. عاش من العمر بأبيه وأمي 55 سنة، منها مدة إمامته 34 سنة، وقيل 40 سنة على قول المجلس عليه الرحمة. وقضى شهيدا على إثر سم اندسه إليه هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي، قطع كبده الشريف سلام الله عليه، وذلك في اليوم 25 من شهر محرم 95. وكم كان يوما عظيما، إذ أن المدينة ارتجت بأسرها تصرخ: وإمامه وسيده، خصوصا الأرامل الأيتام. فالإمام كان عائل، وكان بأبيه وأمي مصدر رزق لكثير من المجتمع في المدينة المنورة، لذلك ضج الأيتام والأرامل على فقده سلام الله عليه. زين، كنيته أبو محمد وأبو الحسن، وأشهر ألقابه السجاد زين العابدين، زين العابدين وسيد الساجدين وذي الثثنات سلام الله عليه. هاي بالنسبة إلى البطاقة الشخصية. الأمر الثاني، الأدلة على إمامته. هناك عدة أدلة، يعني كيف نقول بإمامته؟ لأن هناك أدلة منصوبة على إمامته. أول دليل هو النص، كل إمام ينص على الإمام الذي يليه، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه نص على الحسن، الحسن نص على الحسين، الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام نص على زين العابدين بنصوص عديدة. أتخطر من عدها رجل أقبل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، قال: سيدي مولاي، كم هم الأئمة بعد رسول الله محمد؟ فقال سلام الله عليه: 12، 12 عدد نقباء بني إسرائيل. قال: إذن عدد لي أسماءهم، أريدهم بالاسم بعد مو فقط بالعدد. قال: نعم، اعلم يا أخ العرب، إن الإمام والخليفة بعد رسول الله، يعني بلا فصل، مو رقم 4 لا، أول رقم 1، إن الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن، وأنا، وتسعة من ولدي، منهم ابني علي، وبعده محمد. وأخذ يعددهم إلى قائم آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شوف، هذا نص، هذا دليل على إمامة الإمام زين العابدين. الدليل الثاني ما هو؟ الأخلاق التي كان يتمتع بها. شلون عنده خلق راقي؟ من أخلاقه كان يقابل الإساءة بالإحسان. وأتخطر يوم من الأيام رجل شامي لقيه وأخذ يشتمه حتى ثارت العبيد لتضربه، قال: أتركه. ثم توجه إليه، ابتسم في وجهه وأعطاه خميصة كان لابسا لها، خميصة نوع من اللباس اللطيف قد أهديت إلى الإمام، وأمر له ب1000 درهم، 1000 درهم فضي، صبها في يده، وكان كلما لقي الإمام قال: أشهد أنك ابن سيد المرسلين، يعني أنت من سلالة النبوة. شلون كان يقابل الإساءة بالإحسان؟ مروان بن الحكم كم آذى، مع ذلك الإمام السجاد آوى أسرته يوم أن أبيحت المدينة من قبل يزيد لعنة الله عليه. ها،
وهجم جيش مسرف بن عقبة الذي يقال له مسلم بن عقبة، مسرف بن عقبة المري. لما أبيحت المدينة الإمام أخذ عائلة مروان بداره ببيته آواهم. شلون أخلاق عند راقي؟ يقابل الإساءة بالإحسان. زين، بعد من أدلة الإمامة العبادة التي تمتع بها عبادة السجاد، ما أحد سبق لها إطلاقا. يعني اقرأ المجتمع في زمن الإمام وحتى بعد الإمام، ما أكو أحد أعبد من الإمام أبدا. وصل إلى درجة من العبادة لدرجة أنك إذا قرأت ألقابه لا ترى لقبا من ألقابه إلا ويدلك على أن صاحب هذا اللقب شنو؟ عابد. قيل له السجاد لأنه لا يقوم من سجود إلا لسجود. زين، ذو الثثنات لما بانت آثار السجود عليه، آثار السجود في جبهته ركبته راحته، قيل له السجاد حتى كان له عبد يقطع اللحم الزائد من عرنين أنفه وجبهته. من هنا قال الشاعر: طالت لطول سجود منه ثثنته، وقرحت هامة منه وعرنينا. هكذا كان يتعبد سلام الله عليه، حتى قالوا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة. شلون يتعبد عباده سلام الله عليه؟ هاي شنو الإنسان هذا؟ من يكون لو لم يكن إماما؟ هذا دليل على إمامته سلام الله عليه. ودليل آخر على إمامته العلم الذي كان يتمتع به، علم السجاد غزير جدا. وهذا العلم الإمام ما حبسه عن الناس، وإنما أعطاه فزكاة العلم تعليمه، علم متدفق. كان بأبيه وأمي يأتي بالعبيد يشتريهم بكثرة ويبقيهم في دار بني هاشم، أكبر دار في المدينة، سنة كاملة يأخذون من علمه. زين، وبعد ذلك يعتقهم يوم عرفة، يرجعون إلى بلدانهم ينشرون علوم السجاد عليه السلام. لذلك إلى اليوم أفريقيا مدينة إلمن إلى الإمام السجاد، بعلم أهل البيت، بولاية أهل البيت، بفكر الإسلام وصل إليها ببركة أبي محمد. التراث العلمي الذي تركه لنا الإمام السجاد، ماذا ترك لنا من علم؟ ترك لنا تراثا ضخما واقعا. من أبرز ما ترك الإمام السجاد شيئا: الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق. الصحيفة السجادية يعني شنو؟ كتاب دعاء لا وأبيك. وإنما الصحيفة السجادية عبر عنها توراة آل محمد صلى الله عليه وآله، زبور آل محمد صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن بها علوم، بها معرفة، لكن تحتاج إلى تأمل. أتخطر في زمن ناصر الدين الشاه، ناصر الدين الصفوي، هذا الرجل في زمنه جاء عالم من أوروبا يدعي بأنه أول من اكتشف أمام الجمهور، كان يتكلم أمام الوزراء وأمام العلماء من علماء الدين وغيرهم، ويقول: أنا أول من اكتشفت بأن الطاعون ينتقل عبر الماء، أنا أول واحد في الدنيا كلها. قام إليه الشيخ الأشتياني قال: لا، أكو عندنا إمام عظيم اكتشف هذا قبلك بمئات السنين. منو؟ قال: إمامنا السجاد سلام الله عليه. طيب وين هذا الاكتشاف؟ جيب لنا دليل. قال: أتوني بالصحيفة السجادية. جابوها، الناس تعجبت، الصحيفة ما بها غير أدعية، وين هالاكتشاف موجود؟ ولكن هذا عالم نحرير متأمل متدبر، فتح على دعاء الإمام لأهل الثغور: اللهم وامزج ماءهم بالوباء. الوباء يعني شنو؟ طاعون، الله يبعد عنكم كل سوء، الطاعون. وألقيت هذه الكلمة أمام هذا العالم اللي جاي من أوروبا، تعجب، قال: منو صاحب هالكتاب؟ أكيد هذا صاحب الكتاب طبيب عظيم، عالم عظيم جدا.
اعطوني نسخة من هاي الكتاب. ما كابر علم الإمام سلام الله عليه وما قال هذا مو صحيح، لا، أقر بصحة كلام الإمام، وكثير موجود في الصحيفة السجادة يصدق. دعاء مكارم الأخلاق يعتبر بناء لمجتمع متكامل يعيش الأخلاق الراقية الحضارية المتقدمة. هذا الدعاء الذي بين أيدينا. ها؟ الأدعية التي نقرأها كل يوم ما هي إلا إعداد من أجل أن تستقبل يوما جديدا وتعيش عطاء هذا اليوم. لما تعيش يوم الأربعاء، أعطني في الأربعاء شنو؟ أربعا، وتعددها واحد بعد واحد. يوم الخميس خمسة، يوم الاثنين نعمتين منك اثنتين، الثلاثاء ثلاثا، وهكذا. تشوف الإمام يعطيك من عطائه سلام الله عليه. وصدق، هل جربت أن تقرأ هذه الأدعية في كل يوم؟ جربت؟ إذا جربت أسألك سؤال، هل مللت منها؟ وهل رأيتها شيء عتيق قديم؟ لا والله. ليش؟ لأنها ليست كلام إنسان عادي، كلام أهل البيت فوق كلام المخلوقين دون كلام الخالق. فالله الله بالصحيفة السجادية. مع الأسف احنا الصحيفة السجادية شلون نتعامل وياها؟ نقرأها فقط وقت الحاجة، وإلا تجد هذه الصحيفة موجودة في بيوتنا عليها الغبار. وأيضا ترك لنا الإمام رسالة الحقوق، رسالة الحقوق بها 50 حق تقريبا، هي مجرد كتيب بسيط صغير جدا في حجمه، ولكن العلماء حينما جاءوا إلى شرح هذا الكتيب كتبوا المجلدات. منهم السيد علي القبانجي رحمة الله عليه، أكو عنده مجلدين ضخمين في شرح رسالة الحقوق. هذا العالم الجليل عليه الرحمة استعان حتى بالأطباء لفهم كلام الإمام، شوف، بالمفكرين، بعلماء الاجتماع. كتاب جدا رائع وعظيم، التفت، هذا واحد من مئات الكتب التي ألفت في شرح رسالة الحقوق. رسالة الحقوق لو تطبق تبني حضارة وأمة ومجتمع متقدم وراقي، لأن المجتمع إذا حصل كل واحد فيه حقه المشروع يتقدم، يصير عظيم، يصير جدا عملاق، وينتج ويصل من العظمة بمكان. ليش؟ لأن كل واحد أخذ حق المشروع. فالإمام كان هو هذا قصده، بأن كل إنسان يأخذ حقه، الأب، الأم، الجار، المؤذن، كذا، كل واحد يأخذ حقه، كل واحد إلى حقه. التفت؟ طيب، هذا، هاي كلها من أدلة، من أدلة الإمامة، وإلا أدلة الإمامة كثر التي تدل على إمامة السجاد سلام الله عليه. هذا العظيم، ما الذي صنع شخصيته بأبيه وأمه؟ الذي صنع شخصيته التربية العظيمة من قبل أهل البيت. الذي صنع شخصيته كربلاء. الإمام عاش كل فصول كربلاء، والمفروض الإنسان لما يعيش مصائب يكون شخصية ضعيفة ينتهي، ولكن الإمام لا، صنعته كربلاء وجعلت منه عظيمة. 34 سنة يبكي على مصيبة كربلاء، وكلما قدم إليه طعام أو شراب مزجه من دموع عينه، ويقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكلما ذهب إلى مكان أقام المأتم على قتل الطفوف، وحتى في سوق القصابين يقف عند القصاب ويقول له: هل سقيت الكبش قبل أن تذبحه الماء؟ قال: نحن معاشر القصابين لا نذبح الكبش حتى نسقيه الماء. فالتفت إلى ناحية كربلاء وقال: إلى الآن تجري يا فرات، وعنك ابن رسول الله مات عطشانا، لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. أخذ يصرخ: وحسينا، وكل السوق صرخت: وإماما وحسينا. والإمام صنعته كربلاء، جعلت منه عظيما، ولذلك حينما رأيناه يأتي للطواف يستلم حجر بكل سهولة،
مع العلم أن هشام ما تمكن من استلام الحجر، الإمام استلمه لأن الناس عرفت من هو الإمام، ولذلك أقاموا له وزنا وعظموه وقاف في البيت شرفه الله، وكلما وصل إلى الحجر استلمه، كما يقول المجلس أقبل عليه السلام عليه مئزر وردا، من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، بين عينيه سجادة كأنها ركبة عنز، كلما وصل إلى الحجر استلمه بأبيه وأمي، وابتعد الناس عنه احتراما له عليه السلام. ولكن الذي لا يعرف قيمة الإمام منه هشام ذلك اللعين، مع العلم أنه سمع أبيات الفرزدق وهو يقول يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من أنكرت والعجم. هشام سمع هذه الكلمات فازداد حقدا على الإمام، لذلك دس إليه السم القاتل الذي جعل إمامي وإمامك يجود على فراش المنية بنفسه، يقبض يمينا ويبسط شمالا وحوله أسرته، الكل ينظر إليه بحرقة ودموعهم تجري على خدودهم، والكل يصفق بيد على يد إماماه وسيدا، وهذا لطم رأسه وذاك شق جيبه، فلما حس الإمام بدنو أجله التفت إلى الباقر سلام الله عليه، قال بني إذا أنا مت غسلني وحنطني وكفني وصل علي، فإن الإمام لا يلي أمره إلا مثله، فاختنق الباقر بعبرته، أخذ الإمام يبدي الوصايا إلى أن قال بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، حين ما حرق جبينه سكن أنينه وعند احتضار الموت مد يدي وأسبل رجلي وأغمض عيني وقرأ ياسين حتى ختمها، وإذا وقعت الواقعة وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، عظم الله أجوركم وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة، فأين المنادي وإماما، لطم الباقر على رأسه ورفع صوته بالصراخ وأبته، ارتفعت الضجة من بيت الإمام، ماجت المدينة بأنقلاها، موجان السفينة براكبها، الكل يندب وينادي وإماما والسيدة، الأرامل والأيتام والمساكين، ويلي ويلي فارق ابو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الراضة بالقبر والدين مهدوم، الله يساعد ابو جعفر، شمر ابو جعفر عن اردانه يغسله، خلاه فوق المغتسل والدمع مله، قل لي يا شبل حسين يا ريس المله، باقي اثر الجام عبر رقبتك لليوم، عمرك تقضى بالعظايم والمصايب، قاسيت عملت كربلا وكل النوايب، ابكار كلها الرزايا وصرت شايب،
ذوب حشاك سمومها يا بحر العلوم. أخذ ينظر إلى يدي أبيه الكريمتين وينظر آثار الأغلال، سوّن أثر يا ياب بزنودك الأغلال، ما ينمح طول الدقر يا سيد الآل، والدقر شان يذهي الأبدال بهوال، وأيامهم كلها تصير هموم وغموم. إلا غسل بيده وكفن والدمع يجري، وقل انمرد من القلب يا طايات فخري، يا كعبة الوافد تضعضع ركن صبري، خلى الإمام على النعيش والقلب مألوم. احنا يودعه والوجد احنا اضلاعه، وصارت على بيت النبوة شد ساعة، الأملاك ضجت بالسما الضجة وداع، وشال الجنازة وطلعت من الخدر كلثوم. اتنادي يا سجاد وحشت بيتي علي، انا بيا عين عاين حجرتك بويا خلي، محمد يا خويا بهالنعش ما تريض لي، نار المصيبة تلهبت والصبر معدوم. إلا ضجت فرض ضجة المدينة والعرش مات، والأرض كلها تموج لمصيبة السجة، ومروا على الرضا على جاري المعتق، ولا البتولة بالقبر تندب يا مهضوم، مع الزهراء اندب يا مؤمن، والي 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 مسموم يا ابن حسين، كبدك كبدك قطع، ليتام يا ابني والأرامل والأرامل ضايع، يا شايلين جنازة يمي يمي اطرحوا، أولادي تفانوا بين مذبوح ومسمو، فلتبكي عين المساكين، فلتبكي عين المساكين، إنه ظلال مضى يا للمساكين من حزني، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل عزاءنا، اشف مرضانا بحق صاحب هذا اليوم مريض كربلاء، فك أسرانا بحق أسير كربلاء، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه بحق محمد وآله سرج الظلمة، صلواتك عليهم أجمعين. اغفر لنا ولجميع عبادك المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إلى أرواح موتى المؤسسين، موتى جماعة الحاضرين من مات على الإيمان، الشهداء والعلماء الأبرار، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.